بس انا معايا على الهاتف الكابتن محمود حرب مدير منتخبنا الوطني الاولمبي عشان يطمننا على الاستعدادات. يا كابتن محمود اهلا بيك، ازاي حضرتك يا فندم؟ اخبار ازاي حضرتك يا حضرتك؟ فندم؟ كله تمام؟ كله تمام والله، الحمد لله تمام. طمننا على استعدادات منتخبنا الاولمبي، لان زي ما كنت بتكلم من شويه احنا عندنا حلمين، مش بس حلم المنتخب الوطني الاول بطوله الامم الافريقيه، لا عندنا كمان حلم مهم جدا هو دوره الالعاب الاولمبيه ان شاء الله نجيب ميداليه، فعايزين نطمن ونطمن الشعب المصري ككل يعني والجماهير المصري. ان شاء الله. اولا طبعا خليني بس الاول نقول بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الاول، وربنا يكرمهم كده ان يا شاء رب الله يا رب ويرجعوا لنا بالكاس. يا رب. دي اول حاجه. تاني حاجه، احنا الحمد لله برضو زي ما انت بتقول ربنا برضو يكرمنا احنا كمان ونحقق ميداليه لمصر ان شاء الله، وهو ده اللي يا شغالين رب عليه من اول ما مستر ميكيلي جاو، إن شاء الله. فربنا يكرمنا ان شاء الله. احنا ان شاء الله عندنا معسكر في شهر يناير، هو النهارده كان مقرره كان يوم 10 المعسكر، لكن بعد اجتماع النهارده مستر ميكيلي مع كابتن بركات المشرف على المنتخب قررنا ان هو نمد المعسكر نخليه من يوم 11 نظرا لان الجوله الاولى من كاس الرابطه يوم 8 و9 و10، ماشي. فعشان ندي مساحه لكل اللعيبه تلعب برضو مع انديتها الماتشات اول جوله دي، فقررنا ان احنا نبدا المعسكر من يوم 11 ان شاء الله، واللعيبه تنضم لنا يوم 11. كويس. هنبدا المعسكر يوم 11 لغايه يوم 15 ان شاء الله في العاصمه الاداريه، وبعد ماشي. كده يوم 15 ان شاء الله هنسافر على الامارات لمشاركه في بطوله دبي دوليه، ودي كويس. بيشارك فيها 4 منتخبات الامارات وقطر والسعوديه والعراق. هنشارك فيها ان شاء الله، يدور بنظام مجموعه دور واحد كلنا هنلاعب بعض، ودي يبقى كده خلصنا هي من اجنده يوم شهر يناير 15 لغاية كام يا كابتن؟ 27. 27. اوكي. بقى كده هنكون خلصنا اجنده شهر يناير ان شاء الله. يعني كويس. الأجندة اللي بعديها هتكون امتى والتفاصيل بتاعتها والتجهيزات ايه؟ هل استقريتوا عليها ولا لسه؟ استقر، احنا خلاص ظبطنا البرنامج ان شاء الله لغايه الاولمبياد، يعني كويس كويس. احنا هيبقى عندنا في شهر 3، في اجنده شهر 3 هيبقى في بطوله غرب اسيا، ودي هتقام غالبا في السعوديه حتى الان، يعني ده اللي وصل لنا لغايه دلوقتي. لسه بلاد المشاركه لسه ما بتبعتلناش رسمي مين البلاد اللي هشارك فيها، ده هيبقى في شهر 3. بعد كده هيبقى في شهر 6 في بطوله تولون، ده اللي بتتعمل في باريس في ايوه. فرنسا في تولون، عشان دي بيبقى مشارك فيها كل المنتخبات اللي هتشارك في الاولمبياد، دي معروفه بطوله بتتعمل كل قبل الاولمبياد، بالظبط بالظبط. بيعملوا الفرق المتاهله كلها بيلعبوا بعض، بتبقى طبعا انسب احتكاك قبل طبعا طبعا. الاولمبياد. وبعد كده شهر 7 ان شاء الله البطوله بقى ان شاء الله 24 7 الاولمبياد ان شاء الله. يا رب. امبارح كان معايا الدكتور اشرف صبحي، معالي وزير الشباب والرياضه، والراجل في الحقيقه يعني وضح قد ايه الاهتمام الكبير بالمنتخب الاولمبي، حتى في عز وهو بيتكلم عن المنتخب الوطني الاول وزياره طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس، لكن في نفس الوقت يعني وضح قد ايه للناس ان في اهتمام كبير ايضا بالمنتخب الاولمبي. انعكاس ده عليكم ك عناصر المنتخب الأولمبي بشكل كامل سواء على الصعيد الإداري الفني كل الأصعدة، يعني بينعكس عليكم إزاي الكلام والتصريحات اللي زي دي؟ خليني اقول لحضرتك بس، يعني دكتور اشرف الصبحي طبعا وزير الشباب والرياضه، انا بعتقد يعني انه ماشي. بصراحه هو الداعم الاول، اي حاجه بنطلبها بنرجع له طبعا، بعد رجوع لمجلس اداره الاتحاد بنرجع له على طول بينفذها لنا. ده فارق معانا جدا، حتى فارق مع مستر ميكالي، يعني هو مستر ميكالي دايما يقول ان اول مره يبقى مع منتخب او حاجه ويحس بدعم الدوله معاه او الحكومه كويس. ممثله في الدكتور اشرف صبحي طبعا. بالاضافه كده يعني بقول لك متطلباتنا كلها معانا، لان هو حاطط امل ان شاء الله على منتخبنا ان شاء ان الله. هو يقدر يحقق حاجه، فلازم برضو اشكره معاك في البرنامج، لانه فعلا فعلا موفر لنا كويس. كل حاجه احنا بنحتاجها او بنطلبها. طبعا الدعم الدوله لينا طبعا، انت عارف طبعا منتخب اولمبي ان شاء الله ان هو يقدر يحقق ميداليه، دي حاجه كويسه ان شاء الله لمصر بإذن الله ولينا طبعا كلنا. بإذن الله. طب عايز اطمن على ابراهيم عادل نجم منتخبنا الاولمبي ونجم بيراميدز بالطبع، هل في تواصل مستمر معاه؟ هل اللاعب هيكون جاهز ان هو يكون موجود في المعسكر الجاي ده ولا ايه اخر التطورات؟ ابراهيم عادل بدأ التأهيل طبعا، احنا في تواصل معاه، ابراهيم عادل بدأ التأهيل بالفعل مع نادي بيراميدز وشغال، لكن يعني ان شاء الله احنا قررنا ان احنا ما يبقى معانا عشان يبقى بحاله جيده بنسبه كبيره، هيبقى معانا في شهر 3 معسكر شهر 3، ماشي. لكن في معسكر يناير هو لسه في مرحله التأهيل ولسه شغال يعني مع النادي، فمين يعني مش هيكون جاهز 100% ان هو ينضم لينا ان شاء الله. تمام. طيب ميكالي هل هيحضر بعض مباريات كاس الرابطه قبل انطلاق المعسكر ولا الامور ماشيه ازاي؟ ما هو هيبقى ممكن عندنا نحضر بقى، يعني مثلا ممكن نحضر الجوله الاولى، لان هو مفيش هو الجوله الاولى وبعد كده هنكون في المعسكر خلاص، فطبعا اكيد لان هو الراجل بيلف كل الماتشات وكل المباريات، فاكيد هنشوف مباراه يوم 9
يوم 8 و9 و10 دول هنشوفهم يبص عليهم بصة برضو لغاية ما اعلن الاسماء يعني. طبعا طيب خليني اسالك واختم معاك بسؤال يمكن يكون هو الاهم عند عدد كبير جدا من الجماهير، وهو ليه علاقه بهل في استقرار مبدئي على الثلاث اسماء اللي ينضموا من عناصر المنتخب الاول للمنتخب الاولمبي في دوره الالعاب الاولمبيه، ولا لسه لم يحسم الامر بعد خالص؟ والله خالص خالص، خالص، هو ولا حتى الراجل بعد عنده، الاسماء اتقالت ولا اي حاجه؟ والله الراجل عنده وجهة نظر فعلا لما اتكلمنا في الموضوع، قال لي لسه بدري قوي يعني، انتوا بتتكلموا لسه في 7 شهور، ما حدش يعرف كلام مين هيبقى منطقي صح. سليم، مين لا قدر الله مصاب، مين المراكز اللي محتاجينها، يعني لسه بدري برضو على الموضوع ده. لكن طبعا ما فيش غنى اكيد، اي منتخب واي حد يتمنى كابتن محمد صلاح يكون معاهم، اكيد. يعني دي ما فيهاش خلاف يعني. لكن هل في اتجاه للتواصل مع ليفربول بخصوص هذا الشأن ولا لسه والله ما انا زي بقول لحضرتك لسه، يعني كل ده الموضوع ده لسه ما فيش اي حاجه. لكن احنا بقول لك التمنيات طبعا، نتمنى طبعا شرف لمنتخب مصر الاولمبي ان يكون معانا كابتن محمد صلاح طبعا، او اي لعيب من لعيبه منتخب مصر، او اي لعيب من اللعيبه الكبار طبعا يكونوا معانا، ده شرف لينا كلنا. لكن فعلا الراجل لسه ما استقرش فعلا مين الناس اللي هتبقى موجوده معانا او المراكز اللي محتاجها. إن شاء الله نتمنى لكم يا رب كل التوفيق والاهتمام، كل الاهتمام مننا جميعا بمنتخبنا الوطني الأولمبي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمود حرب مدير شكرا جزيلا، المنتخب الأولمبي، بشكرك شكرا جزيلا.